هلا شايفين من المثال السابق طلعنا ماينس 40 ضربناها في اكس 1، ولاحظوا هذول الفاريبلز فيزيكلي موجودين، حسيا موجودين. بقدر دخلت انا على البلانت وسحبتهم في الستيت سبيس موديل، اضطرينا نحول سي للايدنتيتي ماتريكس حتى يطلع كلهم معي. هون انا البلانت موجوده امامي في بلوك، يمكن يكون على فكره هذا في غرفه، هذا في جزء من المصنع، وهذا في جزء من المصنع، وهذا في جزء من المصنع. ممكن يكون هون في تانك كبير او ماكينه كبيره، او ممكن يكون هون دي سي موتور، ويكون هون مثلا ميكانيكال فالف او شيء، وهذا مثلا بيتحرك بحرك ميكانيكال سيستم. فالفيريبل هذا افيلبل، والفيريبل هذا افيلبل، والفيريبل هذا افيلبل. لما كانت في بلوك مسكر في اي بي سي دي ما كنا عارفين كيف بدنا نوصل له. هلا هون انا عندي فيزيكال سيستم بقدر اوصل له، اوكي؟ هي السيستم الاصلي حطيته هون عشان اقارن، ودخلتهم على نفس الشانل على الاوسيلوسكوب عشان ينطبعوا فوق بعض. فاحنا مدخلين ستيب فانكشن. هلا المشكله الوحيده بالسيستم الاصلي ما كانش معدل الجين. اضرب هلا 9 في 8 في 7، 9 في 8 في 7 على 6 84. فانا عدلت الجين بس عشان اقدر اشوفه انه واحد، لانه هون ستيب فانكشن واحد، اوكي؟ بس عشان اقدر اشوفه من هون. وعدلنا هاي بدلاله الفا، لانه عندي الفا 3. قديش كانت الفا 3 اللي بتنضرب في اكس 1؟ 40. وكان عندي الاصلي هذاك 6. اقسم 40 على 6. 6 6. وقديش 6؟ 6. 6. بعرفش اذا هذا الرقم هو الرقم اللي جاي من هون، لانه هون في عندي تقريبا فاكتور اوف 4. بعرفش كيف اجى معي. هلا بنشوف من هون بنطلع. اوكي؟ هلا شو عملنا بالسيستم الجديد؟ سحبنا اكس 1 وضربناه في كي 1. سحبنا X2 وضربناه في K2، سحبنا X3 وضربناه في K3. مش هدول مزبوطين الأرقام اللي طلعناهم قبل شوي؟ بعدين أخذنا ماينس، ماينس K of X، ماينس K times X. منطرحها من U الانبوت. وعندي هون هلا غيرت البولز تبعت السيستم، البولز تبعت هذا السيستم مختلفة عن البولز تبعت السيستم الأصلي اللي موجود. نطلع هلا على الريسبونس. تذكروا بدنا إحنا رايس سيتلينج تايم مقداره 2 seconds، واوفر شوت ما يزيد عن قديش كان الاوفر شوت؟ 20%. هاي شايفين لما عدلنا الواحد كيف انطبقوا؟ ما فيش عندي مشكله ستيدي ستيت ايرور. هلا عندي هون هلا خلينا نطلع اول شيء على الاوفر شوت، قديش الاوفر شوت؟ تقريبا بالضبط طالع هون 20%، مضبوط؟ طبعا واضح مين السيستم القديم وين السيستم الجديد. هاي السيستم القديم، اوكي؟ فالرايز تايم تقدر تحسب قديش الرايز تايم القديم والرايز تايم الجديد. قديش الرايز تايم الجديد؟ ولا هو مش محدد بالسؤال، ما كان طالب السؤال. خلينا نطلع قديش الرايز تايم نقارنهم. هاي عندي الرايز تايم، قديش الرايز تايم تبع السيستم الجديد؟ تقريبا 1.2.4، تقريبا 0.5 seconds، اوكي؟ فالرايز تايم تبع السيستم الجديد 0.5 seconds. الاوفر شوت تبعه ما بتجاوز 20%. بدنا نطلع الان على السيتلينج تايم. فخلينا نطلع بعد ثانيتين قديش وصل. هلا تذكروا 4 تايم كونستنتس معناها قديش؟ 98.2%. اذا حطينا اي تو ذا ماينس 4، اي تو ذا ماينس 4 بتساوي، اظنها بتساوي 0.018، مش هيك؟ اللي هي 1.8%. معناها لازم الانفلوب يكون واصل 99.2%، مش هيك؟ مضبوط 99.2%. فخلينا نشوف بعد 2 سكندز ايش كان موصل. اذا نطلع هاي 2 سكندز هون، مش هيك؟ لانه بدينا من واحد تذكروا، مش من زيرو. هاي 2 سكندز. نطلع هون ونعمل زوم على الواي اكسس. هاي 2 سكندز، نعمل هون زوم على الواي اكسس. اذا بتطلعوا هلا عند 3 قديش القيمه هاي؟ 90 تقريبا، 99، مش هيك؟ تقريبا 99%. اذا بدنا نجيبها بدقه اعلى راح ارد اعمل زوم هون، وهي عندي عند 3. هي القيمه هون اللي هي قديش؟ 99.98.9 اللي هي اسوء شوي تقريبا، بس هو خط التقاطع مش مبين مضبوط. تقريبا نقطه التقاطع هون حوالين ال 99، مش بالضبط 100%، بس تقريبا حققنا السيتلينج تايم اللي مطلوب من هون. هلا كان ممكن الريكوايرمنت تكون رايز تايم، كان ممكن تكون سيتلينج تايم، كان ممكن تكون ستيدي ستيت ايرور. ستيدي ستيت ايرور بدي اعالجها ب انتجريتنج تكنيكس، ما بعالجها بهاي التكنيكس. كيف كنتوا تعالجوا انتوا الستيدي ستيت ايرور؟ بالضبط
باللاج تمام او ب بي اي كنترولر مش هيك نقدر نعالج ستيدي ستيت ايرور. هون فيش عندي مشكله ستيدي ستيت ايرور بالحاله هاي من هون. اذا هاي الريسبونس تبع السيستم القديم والريسبونس تبع السيستم الجديد. فاحنا غيرنا البولز، ما غيرنا البولز تبعت البلانت، حطينا كنترولر بس بحاله هاي ستيت فاريبل كنترولر، غير الريسبونس تبع السيستم، حسنوا للريسبونس اللي احنا طلبناه.